الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المصنف عليه رحمة الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال المصنف رحمه الله في المقطع الثاني بعدما انتهينا من المقطع الأول إعادة، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. هذه الثلاث مسائل صلة لما قبلها وتمهيد لما بعدها، فأعاد وكرر بقوله: اعلم رحمك الله. وكما قلنا أن هذا أسلوب فيه تلطف يا جماعة، فجمع بين التعليم والدعاء، أنه يجب لما فيها من بيان أصل الدين وقاعدة الدين. كل، أنه يجب على كل، هذه من ألفاظ العموم، فتعم جميع المكلفين من ذكر وأنثى وحر وعبد وجوبا عينيا. يعني إيه وجوبا عينيا؟ عينيا يعني يعاقب المرء على ترك، يعاقب المرء على ترك. مسلم ومسلمة، لو اكتفى بمسلم لكفى لكون النساء يدخلن في اللفظ، صح ولا لا؟ كما في الحديث: النساء شقائق الرجال. ولكنه ذكرها هنا من إمكانية الاستغناء عنها، مع إمكانية الاستغناء عنها للتأكيد على أن النساء يدخلن في قوله كل. يبقى لازم تسمعها زوجتك وأختك وبنتك ووالدتك، وهذا للتفسير والتأكيد أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذه المسائل الثلاث، فقول هذا اسم إشارة لتعيين المقصود، هذا من باب الاستقراء للمصنف. استقرأ المصنف رحمه الله مسائل الشرع وأحكام الشرع، فرأى هذه المسائل الثلاث من أول المسائل التي يجب أن يتعلمها الجميع. الاستقراء هو يا جماعة؟ حد يعرف معنى الاستقراء؟ هو أن يقرأ الإنسان مفردات الشيء حتى يعطيه حكما تشتبك هذه المفردات فيه. لما أقول مثلا الحضور متوسط أعمارهم 30 سنة، يبقى أنا نظرت في الجميع في الحضور وليه ده 30 ده 29 ده 31 ده 28 ده 22 كده، فلقيت إن أنا ممكن أحط المتوسط لهم إيه؟ أدي 30. يبقى الاستقراء
أن يقرأ الإنسان مفردات الشيء لأن هد عليه إيه؟ حكم، حتى يعطيه حكما تشتبك هذه المفردات فيه. ويجب على الجميع تجاه هذه المسائل الثلاث شيئين: الأولى العلم، الثانية العمل. يعني نعرفها ونفهمها ونعتقدها ونعمل بمدلولها، لأن العمل هو ثمرة إيه؟ العلم، كما مر معنا في شرح حل طلب العلم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذه المسائل الثلاث هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء. الثلاث مسائل، الأولى هتلاقيها منصبة في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية أو الإلهية، والثالثة في الولاء والبراء. وهذه المسائل هي أصل الأصول ومجمع الفصول، عليها يدور الدين، عليها يدور الدين. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أن الله سبحانه وتعالى خلقنا، أي أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا، ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له. يبقى هذه الأرزاق يا عباد الله لنقوم بما خلقنا الله من أجله. الله خلقنا الغاية، لم يخلقنا هملا معطلين سدى، يعني حياة أشبه ما تكون بحياة البهائم، لا نؤمر ولا ننهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لغير غاية ولغير حكمة، وأنكم إلينا لا ترجعون، وأنه لن يكون بعث بعد أن خلقكم، وأنه لن يكون إرجاع لكم إلى من خلقكم، فتعالى الله عما يصفه به المبطلون. الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذه أحبتي هي الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل نص: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أن الإنسان يحتاج إلى من يبصره ويعلمه القصد الذي من أجله خلق، وكيف يصل إلى عبادة ربه. من أجل ذلك أرسل الله رسل مبشرين ومنذرين يعرفون الناس الطريق إلى الله، فأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، يجب علينا أن نعرفه وأن نعتقده وأن نعمل بمقتضاه، وأنه ليس هناك طريق إلى الله إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والله سبحانه وتعالى نص في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أي والله، هذا هو الفوز، هذا هو النعيم. وقال في سورة النور: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال في آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. وفي الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا صحيح البخاري في كتاب الاعتصام. وأما من عصى قال الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا بصوت النساء. وقال في الأحزاب ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذا استقرت هذه المسألة في قلب العبد قادته إلى كل خير. خلق لغاية وهي العبادة، يصل بها ويصل إليها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد اللي هو إيه؟ الله جل جلاله. كن واحدا في قصدك وتوجهك، أعني سبيل الحق والإيمان، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحبتي هو توحيد الربوبية. وقلنا توحيد الربوبية هو يا جماعة توحيد الله. يا باشمهندس أحسنت، بس لا احنا مسك الجملة دي توحيد أي هي دي بس في جملة واحدة. توحيد الله بأفعاله، الخلق والرزق والإحياء والإماتة. الرزق فعل الله، الرزق ما يأتي العبد نتيجة رزق الله. خلقنا، خلق الجنس البشري أو المكلفين الإنس والجن، دل على ذلك الخبر السمعي. خبر السمعي نوع نص في قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر الله خالق كل شيء. خلاص انتهى الموضوع. كل دي من ألفاظ العموم، كل شيء، أو هنا الآية كل شيء. كل شيء، شيء دي إيه؟ ناكرة. دل ذلك على أنه يدخل كل شيء في هذا المعنى. يبقى كل ألفاظ عموم وشيء ناكرة يبقى دي للعموم والشمول. فكل ما سوى الله مخلوق، فكل ما سوى الله مخلوق. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الصفات والله خلقكم وما تعملون. وقال في الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الخبر السمعي. أما دلالة العقل اللي هي النظر في قول الله في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالإنسان لم يخلق من العدم، لأن العدم ده غير موجود وليس بشيء. صلى على النبي. يبقى احنا قلنا في دليل سمعي اللي هو النصوص، وفي دليل عقل اللي هو النظر، مثل قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالإنسان لم يخلق من العدم، لأن العدم ده غير موجود وليس بشيء. ولم يخلق نفسه، فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده، فلا خالق إلا الله، ألا له الخلق والأمر. هذه بصورة الأعراف. وجبير بن مطعم يقول كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي وكان يومئذ مشركا، سمع الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن
ربك أم هم المسيطرون. كذلك الإجماع أجمع العقلاء على أن الجميع قد خلقهم الله. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. دي صوت الإسراء بقول له كده، أنت عارف موسى هو بيخاطبه بقول له إيه؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر خلقنا ورزقنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يرزق جميع الأحياء، الإنسان والجان وجنس الحيوان، فهو الرزاق. وفي السنة في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه في الصحيح البخاري ومسلم. ولم يتركنا هملا، تدبير الله عز وجل للخلق. طيب دخول الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهله. في ناس هتدخل الجنة من أول وهلة من غير حساب ولا سابقة عذاب. مثاله 70,000 الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عكاشة لما قال ادعو الله ان اكون منهم. انت ما جاش في بالك دلوقتي تقول يا رب اجعلني من هؤلاء؟ اللهم اجعلنا ممن يدخل من اول وهله من غير حساب ولا سابقه عذاب. الثانيه دخول بعد امد، اي بعد سبق عذاب عليهم، ثم يكون مآلهم الى الجنه. هؤلاء اهل الطاعه، وأول الطاعات وأعظم الطاعات التوحيد. وأما العصاة فإنهم يدخلون النار. والعصاة صنفان، أهل كفر وإلحاد خرجوا عن ملة الإسلام فهم في النار خالدين فيها أبد الآبدين. النوع الثاني من العصاة أهل التوحيد، في قلوبهم لغاية مثقال حبة خردل من إيمان، فهؤلاء مآلهم الجنة وإن بقوا في النار أمدا. يبقى من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أهل الجنة فيها يدخل الجنة الأول وهلة، وفيها يدخل الجنة بعد فترة. وأهل النار اللي هم العصاة والمذنبين، إما أهل كفر وإلحاد لا يخرجون منها أبدا، وعصاة الموحدين هؤلاء في مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. ومن عذبهم؟ من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان يخرج من النار ويكون إيه؟ خلوده في الجنة. ثم قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. هذا الخطاب لمشركي العرب أو لكل مشرك، شاهدا عليكم على أعمالكم يوم القيامة. واخد بالك؟ فعصى فرعون الرسول، طيب اللي ياخد طريق فرعون، فأخذناه أخذا وبيلا. وبيلا يعني يا جماعة ثقيلا شديدا. طب خد المثال اللي ربنا ضربه فرعون في الدنيا، غرق، وفي القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وفي القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، احنا قلنا الأولى في التوحيد الربوبي، الثانية في توحيد الألوهية أو الإلهية. والمعنى أن الله تعالى أوجب إفراده بالعبادة. الثانية في توحيد الألوهية أو الإلهية. الألوهية نسبة إيه؟ الله. والإلهية نسبة الإله. والمعنى أن الله تعالى أوجب إفراده بالعبادة. وإحنا قلنا زي ما قلنا الربوبية إفراد الله بأفعاله، الألوهية إفراد الله في أفعال العباد. أن الله لا يرضى أن يشرك معه،
أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحانه. أن الله لا يرضى، إرضى بمعنى المحبة، إلا أن المحبة ليست مطابقة لتمام معنى الرضا، ولكنها من مقتضيات، من لوازمها. أن يشرك، أي شرك بقى؟ لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، لا شرك خفي ولا شرك علني، كل ذلك يدخل فيما لا يرضاه الله. والشرك يا جماعة في الأصل مأخوذ من الاشتراك، وهو في اللغة التسوية. الشرك في اللغة إيه؟ التسوية. وفي الشرع الشرك في توحيد الإلهية، اللي هو توحيد العبادة، وهو أيضا تسوية غير الله بالله. والكفر والشرك نوعان، والكفر والشرك نوعان. الأول أن يجعل مع الله آخر، وهذا هو الغالب في الشرك أو الكفر كمان، إن هو إيه؟ خلي واحد معاه. الثاني أن يكفر بالله فلا يؤمن لا بربوبية ولا بألوهية. ها؟ ده من معنى الإلحاد اللي هو ينفي وجود الرب. واخد بالك؟ أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. أحد جاء نكرة، فيدخل فيها جميع الأشياء مهما بلغ في الرفعة والعلو والمكان، إلا الله. إنسان، حيوان، جماد، جان، ملك، العبادة لا تصلح إلا لله. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. النبي مأخوذ من النباوة، والنباوة بمعنى المكان المرتفع، أو من النبأ، وهو الخبر العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الخبر العظيم. واصطلاحا رجل، النبي رجل من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة، مثل أولي العزم من الرسل وصالح وشعيب وهود، أو جاء بتقرير شريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى، فإنهم جاءوا بتقرير شريعة موسى مثل يوشع ابن نون. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالنبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له، أو لم يؤمر بالتبليغ. ورسول من أوحي إليه بشرع أو كتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين. ولعل هذا يعني إيه؟ لأن الاصطلاحات دي فيها خلاف بين أهل العلم، ولعل هذا وإيه؟ يعني أقربهم. فالنبي مرسل، وقد يكون مرسلا إلى نفسه، لكنه ليس بالرسول بالمعنى الأخص، فليس كل نبي رسولا، بينما كل رسول نبي. والرسالة أرفع درجة من النبوة. يبقى عندنا أعلى درجة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين الخليلين إبراهيم ومحمد، وبعدين أولي العزم من الرسل اللي هم الخمسة، وبعدين الرسل، وبعدين الأنبياء، بعد كده الأولياء وأهل الصلاح والتقوى وكده. واختلف العلماء بين دلالة الكلمتين الرسول والنبي. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: النبي ما نبئ بالوحي وأنبأ غيره بما نبئ به، خلافا للرسول فهو منبئ لغيره، ولكنه بشرع جديد وبه يحصل فارقين. الفرق الأول إن الرسول أخص والنبي أعم، فكل رسول النبي ولا ينعكس.
الثاني النبي يأتي مؤكدا لشريعة سابقة كهارون وغيره، وأما الرسول فيأتي بشريعة جديدة كموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا هو المقطع الثاني ونقف عنده.